السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معنا كيف العاده. معكم سعاد من مجوهرات فتيل. مجوهرات فتيل الاختصاص ديالنا بيع الذهب 18 كاره ولا شيء غير الذهب. هذا البنات في الانتظار انكم تبداو تدخلوا. موجود لكم دي زارتيكل عندي هنايا ان شاء الله غيتجمعوا ونوريهم لكم. مرحبا بلي فيو الناس اللي كانوا كيتسناونا. مرحبا بكم البنات. صباح الخير سعاد، صباح النور حبيباتي. اول كومونتير مرحبا بك حبيبه ديالي معنا. يلا جمعوا البنات دغيا باش نوريكم. وفاء صابر صباح الخير سعاد حبيباتي. اسماء احمد عناب سلام مرحبا بك حبيبه. بالنسبه للنمره ديالي البنات راه غتلقاو ايبانغ لي عندكم وكاينه فوق لا فيديو. غورميت بنان مويان بخي سيل تو بلي شرف عزيزه. بالنسبه للغورميت حبيبه ديالي ديال البنانه اللي عاديه هي كدير 1499 درهم، ولكن جبتهاش معايا، جبتش معايا الكبيره شويه. وبتا تطوان صباحو صباح الخير حبيبتي. صباح النور سمر مينوشا سلام صباح النور حبيبتي كبرتي وزيانيتي. حسنا حسنا انا عندي حسنا حسنا وحده اللي تقدر تقول لي هذه الجمله، عرفتي شكون داير. حبيبه سلام سعاد الحول الحولي اي سعاد دابا عرفتك شديتك حتى في الفيسبوك دابا. اميره فرح سلام. فاتي جابوري مرحبا بك حبوبتي. سهيله عبد الملك لمياء صباح النور عليكم كاملين. تريس فرغينية صباح النور حبيباتي ربي يخليك دائما وفية وفي الموعد. سلام سعاد كي درتي. فاتي جابوري الحمد لله حبيباتي الحمد لله انتي كي دايره بخير. صباح النور سعاد. ام سعد اختي شكل المسمار عافاك وريهم ليا. موني واخا مرحبا جيباهم معايا ان شاء الله يخليك معنا. حسنا حسنا ومرحبا بك حبيبه ديالي تبعي و... تبعي معايا اللايف حتى الاخر. سلام اختي سعاد الله يسر. شكرا حسنا. نو باش تقرا لي السميه ديالك بديتي تخرجي قصيصه شويه بشويه راك تخرج ليا بوحدها. نقولها العار لا ما رجعي دخلي وهي باغا تخرج. يسرى بغيت اختي نشوف الخلخال واش عندكم. الخلخال حبوبتي ديال الايد عندنا هذاك ديال الخميصه. وبالنسبه ديال الرجل حاليا ما كاينش كنجيبوه ولكن غير ما عندناش في ستوك دابا. سهيل صباح الخير. ضحى سلام صوتك ناقص اييه حسيت بصوتي ناقص مريم. السلام عليكم كاين شي جديد. سلام سعاد واش المسمار كيكون خاوي من الوسط؟ على حساب انا نشوف هاد القضيه ونقول لك. بالنسبه للبنات النمره ديالي راه ايبانغ لي عندكم وريني. سعاد بغيتي دومي دوا ولكن ديما كنجيبو هاد اللايف بوحدو اللي ما جبتش فيه دومي دوا. ربي يخليك نشنوشه. دابا قريت السميه ديالك. سلام تبارك الله عليك منوره عافاك بغيت دي براسلي. ليلى حبيباتي مرحبا بك غير خليك معانا ان شاء الله شويه بشويه وصلوا لي براسلي. انا صيفطت لكم في الخاص. مريم مينو ميمو مرحبا بك. صيفطي لينا ميساج ان شاء الله غادي نجاوبوك. بالنسبه للنمره ديالي راه عندكم 06551 1948. بالنسبه للطومبوله البنات راه ما بقاش الوقت بزاف الناس اللي باغي يشاركوا فيها. راه بقات لكم غير سيمانه تقريبا وسالي العام. هذا وسالي العام ككل وسالي هذا الشهر ديال 12 اللي فيه الطومبوله. سلام سعاد زين ورينا دي باغ مو هي كيبغي يمشي ليا الكومونتير على من داخل. سي امال مرحبا بك حبيبه ديالي امال. اميره فرح بغيتي تشوفي اونسومبل فانكليف. فانكليف عند كاين ولكن ما جبتوش غير انا ما جبتوش معايا هنايا. اللي بغيتي دوزي عندي خلي لي ميساج في بريفي ان شاء الله ونشوفوا لي. بغيت خاتم مريم حبيبه ديالي صيفطي لي غير ميساج اللي مدليه في خميسه. دومي دوا اللي كيتلبس غير في النص عرفتو. خلي لي المعلومات ديالك حبوبتي في البريفي ان شاء الله راه النمره عندك ونسالي ندوز لك لا كوموند. سلام اختي وريني خلخال تاع رجلين توتا حبيبتي. ما كاينش خلخال الرجلين حاليا في السوق عندنا ولكن غادي يجي ان شاء الله.
حسنا حسنا بغيتي تعرفي شنو طنبوله. دوماج ما جبتش معايا لارتيكل اللي دايرين فيه طنبوله. المهم باش نشرح لك بالنسبه للطنبوله دايرين واحد لارتيكل، دو هما دو زارتيكل. عندنا واحد لي بوك ولا شامبون دونتيف، اي واحد تقدم عندنا في شهر 12 خدا اي ارتيكل كيدخل معانا في قرعه. هاد القرعه هادي دايرين فيها الربح اللي غادي يكون فيها هي ديك لا شامبون دونتيف ولي بوك ديالها. في الاخر ديال داك كنديروا واحد لايف وكنحركوا دوك السميات وكتطلع وحده، هذيك الوحده هي اللي كتربح معانا هذيك الطنبوله. بحال كيف شكل درنا في لانيفيرسير، بشحال الغرام باهي معاد؟ بالنسبه للغرام على حسب اشنو اللي بغيتي بالضبط. بالنسبه للحوايج اللي تتباعوا الغرام راه هما سترتلا الايد والكورمات د العنق. صافي راني درت الكوموند عند وفاء، قولي ليها تسجلني باش تربح. وفاء صابر حبوبتي ما طلعي فيك هذيك الطنبوله باينه. سلام حبيبه دخلت معطله، يلاه بدينا بشره بشره. وريني باك ديال المسمار. مرحبا، عندي لاباك ديال المسمار يخليك معنا. بغيت كورميت بلديه تاع العنق عافاك توتا حبيبتي. عرفتي نسيتها، انا وصياني على نيت واحد سيده من كازا وقلت باش نوريها لها ونسيت ما هزيتهاش. دونك الا بغيتي تشوفيها غير دخلي عندي البريفي ان شاء الله نصورها لك ونصيفطها لك. سعاد بيان سور حبوبتي، اون فوا تليفرا لك لاباك ديالك سميره دخلات، ولكن غتزيد تورك مزيان ملي تاخدي لا كوموند. بشرى بشرى سعاد ورينا اونصومبل. اوكي حبيباتي وريني خاتم الخطوبه. اذا مرحبا بكم البنات، قولي لي العنوان بالضبط فين نتوما. حنا بالضبط كاينين في قصريه شاويه في سطات، المحل ديالنا سميتو مجوهرات فاتين. واي واحد بغى يزورنا في المحل ديالنا فقط غير يتصل بيا قبل ما يجي. ومرحبا بك باش تستافدوا بهاد لي بخي اللي تيكونوا برومو. مريم ماشي مشكل طاي صغيره، اي طايره هك ممكن نوجدوها لك، الا ما كانتش كنجيبوها لك سو كوموند. فالبنات بلا ما نطول عليكم بزاف غنبدا نوريكم في لي زارتيكل، نبدا لكم بلي زارتيكل كيف ولفتو تشوفوا معنا لي زارتيكل الصغار. بالنسبه لي كومونتير راه غادي نبقى نقرا غير اللي جات في عيني، ما غاديش نبقى نقرا كلشي ان شاء الله باش نوريكم لي زارتيكل بزاف. باهي اللي بغى يشارك معنا في الطومبوله خصو يتقدم عندنا شي ارتيكل في هذا الشهر هذا، يعني في شهر 12 قبل ما يخرج، قبل من 31. فالبنات غنبدا لكم كيف العاده بسنيسله ديال لا شامبون دونتيف ديال لويزا اللي الثمن ديالها 499 درهم كيف كتشوفوا معايا. جبت لكم اللون الابيض. سمر سميره حبيبتي اتصلي بيا قبل علميني النهار اللي بغيتي تجي ومرحبا بك، ما تجيش غير الجمعه لانه المحل تيكون ساد، القصريه كامله كتكون ساده. بالنسبه لهذه البنات الثمن ديالها 499 درهم كيف كتشوفوا معايا. لاشين ديال النيلو ايوا تحلي. بالنسبه لاشين ديالها راه ديال النيلو ولكن رقيقه ولكن الصح والعمل بالنسبه لهاد لاشين. وبالنسبه للويزه ديالها راه في البيض كتجي رائعه، شي حاجه خفيفه يعني براتيك ممكن تلبسيها ديما. بالنسبه لهذه البنات راه زايده 50 درهم على 499 يعني 549 درهم لان لاشين ديالها طويله. بالنسبه للبنات اللي العنق ديالهم رقيق فكتاخذوا غير ديال 39 درهم والثمن ديالها 499 درهم. كيف العاده البنات اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين وصيفطوا لي ميساج في الواتساب، عندكم راه النمره ايبانكلي عندكم، قولي لي لارتيكل اللي بغيتي وصيفطي لي داك سكرين والمعلومات ديالك ومرحبا بك. مرحبا بلي في ديالكم. بالنسبه للخميسه انا جبت لكم هذا اللون هذا، جبت لكم هذا اللون هذا البنات. بالنسبه لاشامبون دونتيف ديال الخميسه الثمن ديالها 599 درهم، تيجي يكونوا فيها بزاف ديال لي كولور وانتم كتختاروا اللون اللي بغيتو. فنحاول حتى هي نوريها لكم عن قرب. مريم بالرضا واخا حبيبه ديالي، غير تنوصلوا لي باك ديال المارياج ونوريك ان شاء الله. كيف شفتوا معنا بالنسبه لاشين راه كيف العاده ديال النيلو الصح والعمال رقيقه وتجي تجي واحد لابغيونس خطيره في العنق ديال
ديالكم. بالنسبه للطول ديالها فقط 39 سنتيمتر. بالنسبه للعمق ديالها عامر، دائما كيف كنقول زيدي 50 درهم وتاخدي الطويله في 40 سنتيمتر. حاول هاد لي زارتيكل ولفتو تشوفوهم، ولكن خاص ضروري نبقاو نعاودوهم لان كاينين الناس كيدخلوا معانا جديد. بالنسبه لي شواغوفسكي الذهب 21 طالع على الذهب 18 بنفس الثمن ديال المغرب. ما يمكنش حبيبه ديالي شكون هذا، اسمح لي الا كان المهم سلطوني لولو. بالنسبه للثمن 18 كاره فهو ثمن كيكون واحد غير هو، عندنا حنا بمجوهرات فاتين راه كنكونوا ناقصين واحد شويه ثمن باش نشجعوكم نتوما تقداو من عندنا، وباش حنا نبيعو كونتيتي كبيره. يعني كنحاولوا ما نربحوش بزاف في ربحوا بزاف بزاف، يعني ماشي ربحوا بزاف في حاجه وحده. بالنسبه للبنات الشواغوفسكي جبت لكم هذا اللون هذا اللي فيه الفيغ وفيه الدوغي، كيف شفتوا راه كيجي خطير هاد الكولور هذا. الثمن ديالو 399 درهم، تتكون نازله منه هاد الفراشه، يعني شي حاجه انيقه وزوينه. وجبت لكم حتى البلو كيف شفتوا معايا، جبت لكم البلو يعني حتى هو كيجي رائع. هذا نازله منه خميسه، الشكل ديالها تيجي بحال هكا، وتا هو الثمن ديالو فقط 399 درهم. فلا بغيتي فيها دو بوندونتيف راه كتاخدي الثمن ديالها تيجي لك ب 599 درهم. نحاول نديرهم لكم بجوج باش تشوفوهم كيف شفتوا معايا البنات. فكاين الفيغ وكاين البلو، وهاد الفيغ هذا يعني ماشي فيغ كامل وفيهم دوغي. فاللي بغاتي البنات شي واحد فيهم دير له سكرين وصيفط له ميساج في الواتساب ومرحبا بكم. اخت سينا اتوحشك الخير حبيباتي، حتى انا توحشتك. البنات اللي بغاتهم دير لهم سكرين و صيفط لي ميساج في الواتساب ومرحبا بكم. بالنسبه لهذا البخي ديال شواغوفسكي اللي تكون فيه بوندونتيف وحده بحال هكا 399 درهم، اللي فيه دو بوندونتيف تبقى لك ب 599 درهم. كوثر وحبيبتي كيبان لي راه الميساج ديالك كيوصلني ولكن ما عنديش كيفاش ندير نجاوبك، طلع لي الفوق راه وصل الميساج من عند كوثر. انا هنا قول لي اش بغيتي قول لي شنو خاصك. حلقات اخت سيناء وريني شي حلقات، انا جيبها مع لي زونسومبل، شوفي لي زونسومبل اللي عجبك فيهم شي حلقات تقدري تاخدي الحلقات بوحد. بالنسبه للبنات بغيت نوريكم حتى هذا القلب اللي فيه فراشه كيف كنقول لي ديما بالشوبار، كيجي رائع زوين وانيق وعاطي العين، يعني ماشي شي حاجه كبيره بزاف ولكن كيجي رائع صراحه. والثمن ديالو فقط 1299 درهم. كوثر وريني سنيسلات اللي قلت لك، وتبعي معايا حبيب بوبتي كوثر، الا بانت لك شي سنيسله قول لي خليها ليا، ما بانش لك تنمشي للمحل. صغير لينا لو اي حبيبتي لينا، مهم كومونتير ديالك طويل خاصني ندوز لها لا كوموند افون مون اريفي، وشحال ديال الوقت بوغ باسي لو كوموند اريفي. حبوبتي لينا غدخل تاخدي النمرة ديالي ديال الواتساب راها مكتوبة عندك، دخلي عندي الواتساب وقولي هادشي كامل في الواتساب وانا غادي ندخل غادي نجاوبك ان شاء الله. غنقول لك واش دوزي لا كوموند من حتى تجي ولا قبل ما تجي، المهم انا غادي نشرح لك. فالبنات بالنسبه لهاد القلب اللي فيه فراشه راه تيجي رائع، شي حاجه غزاله شي حاجه سامبل، يعني كتشوف فيه حجيرات هنايا بيان سيغتي، نحاول نبعد باش يبان لكم مزيان. لو بغيتو ديروا سكرين باش تصيفطوا لي لا كومون، باش تصيفطوا لي سكرين في الواتساب بالنسبه للناس اللي بغاو شي حاجه. فالبنات 1299 درهم بالنسبه لهاد لا شين بوندونتي، لا شين بوندونتيف السلسله راه ديال الشوبار كيف كتشوفوا، تتكون عندها عين في عين. ولافونتاج ديال هاد لا شين ديال الشوبار هو انك ممكن تسديها في اي عوينه بغيتي، ممكن تاخدي دابا هاد القياس اللي دايره معايا انا راه 50 سنتيمتر، ما دايراش معاها 40 سنتيمتر،
مريم وي حبيبتي 1300 درهم. ممكن مثلا اذا كان العنق ديالك ضعيف تسديها بحال هكا في عوينه اخرى، ماشي بالضروره انك تسديها في السداده ديالها، تسديها بحال هكا وكتلبسيها على حسب القياس ديالك انت. وبالنسبه لهاد لا شامبون دونتيب ديال العوينه والدمعه، كيف شفتوا معايا شي حاجه زوينه، كانت عوينه وزادوا عليها حتى الدميعه، عوينه باكيه. فالبنات الثمن ديالها فهو 749 درهم، 749 درهم. ولا بغيتيها بشان طويله فكتزيدي 50 درهم بالنسبه للناس اللي العنق ديالهم عامر. السنيسله ديالها راه النيلو، ولكن الصح والعمل شي حاجه رائعه بالنسبه لهاد. ها هي ملور ديالها كيفاش دايره. بالنسبه للدميعه راه كتكون بحال هكا، فيها واحد الحجيره. فحاولوا البنات اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين، ضروري من سكرين، وصيفطوا لي في الميساج في الواتساب باش اون فوا ندخل ان شاء الله نبدا نجاوب الناس. بالنسبه للناس اللي كتعطلوا عليهم شويه في الجواب، فغير يعني تساعدوا معنا، راه شويه بشويه غادي نوصل الميساج ديالك. كاينين الناس كيتقلقوا كيقولك تعطلتوا عليا، راه الله يحسن العوان تيكون عندنا الضغط بزاف باش نقدروش نجاوبوا كلشي في مره واحده. غير شويه الصبر وان شاء الله غادي نجاوبوا كلشي. سعاد لا حبيبتي ما جبتش معايا دوميدوا، تنسالي ونصيفط لك الفيديو ديالي عندي. فيروز بغيتي شي موديل غدخلي عندي الواتساب تاخدي النمره وصيفطي لي داك الموديل اللي بغيتي ونشوف واش ممكن نجيبوه لك، نجيبوه لك ما كاين حتى شي مشكل. فالبنات اللي بغات هاد السنيسله بالعوينه دير لها سكرين وصيفطوا لي ميساج في الواتساب. وبغيت نوريكم حتى هاد لونسومبل ديال العقيق اللي فيه لا شين بوندونتيف وفيه الكورميت وفيه لا بوكل، يعني شي حاجه رائعه جدا وثمن ديالها جد مناسب. يعني لونسومبل كامل تيبقى لك ب 1999 درهم. حبيبتي وريني الخواتم بالاحجار، هذا الطلب ديال ماما. غنشوف لك يا حبيبتي واش جايبه معايا شي حاجه هنا، الا ما كنت جايبه دخلي عندي الواتساب راك عارفه ونصور لك. فالبنات نحاول نوريكم هذا مزيان عن قرب. بالنسبه للغورميت الشكل ديالها هكا داير، نحاول فالغورميت كتجي على هذا الشكل هذا، يعني تتجي شي حاجه زوينه راقيه وعاطيه للعين. يعني بالنسبه للابوكل في الشكل ديالها تيبقى نازل، بالنسبه للابوكل تتلبسيها بحال هكا في الودن ديالك وتتبقى نازله. بغيتي تجريها مازال كثر كطلعيها شويه بحال هكا. الا بغيتي الثمن ديال كل حاجه، بالنسبه للغورميت فالثمن ديالها 599 درهم، الغورميت بوحدها 599 درهم. و لا بوكل هما جوج ديال لي بوكل، بغيتي بحجر اسود ما عرفتش، حنا حاليا كنصوبو هذا اللي فيه هاد لي كولور هذا من منسول لك. بالنسبه لي بوكل فهم الثمن ديالهم 799 درهم. بغيتي سلسله فيها كنزه، بالنسبه للسميه ياسين كنصيبوها ب 1699 درهم. بالنسبه لاشين فهي كتجي بهذه الطريقه هذه، وتا هي راه ديال النيلو، يعني كتبقى بالنسبه للطول ديالها تيبقى اختياري. بغيتي 39 سنتيمتر الا كان عنق ديالك رقيق، كان عامر شويه كتزيدي 50 درهم وكتاخدي لي طويله ديالها. مريم حبيبتي الطقم كامل، الطقم كامل داير 1999 درهم. الا بغيتيها ياسين الحليمي العالمي، الا بغيتيها غتاخد النمره ديالي من راه ايبانكلي عندك، ادخل عندي الواتساب اصيفط ادير سكرين، انا غنحاول نخلي لك قاد ليك لونسون بالكامل باش دير له سكرين تحطو ليا في الواتساب. ان شاء الله اون فوا سالي اللايف غادي ندخل باش نجاوبك ان شاء الله. بالنسبه للونسون بالكامل تيجي بهذه الطريقه هذه، راه تيجي شي حاجه راقيه وزوينه وعاطيه العين، 1799 درهم.
بالنسبة للثمن ديالو 1799 درهم. فحاولوا البنات ديروا سكرين، اي واحد بغى يدير له سكرين لانه ما غاديش نرجع نعاودو مرة اخرى. بالنسبة للطول ديال السلسلة راه 39 سنتيمتر، الا كان العنق ديالك شوية عامر كتزيدي 50 درهم وكتاخدي سلسلة اللي طويلة. فالبنات حاولوا ديروا له سكرين باش نحيدو، راه شي حاجة زوينة أريقة يعني خفيفة براتيك يعني ديال ديما. فكنتمنى يكون واضح بالنسبه ليكم. وراه منين غادي ان شاء الله اللي بغى راه ضروري غادي نعاودو نصوروه ليكم، نديرو لك فيديو اكثر باش تشوفوه مزيان. مريم ميمو صوت ناقص، واقيلا خاصني نزيد الصوت. بالنسبه لي غورميت فانا جبت لكم هاد الغورميت هادي ديال البنانه الغليظه، حاول نلبسها ليكم. غورميت ديال البنانه اللي شي حاجه منى اصفر. ما عرفتش حبيبتي علاش غادي يجاوبك، انا شفت دابا غير هتجاوبيني غير السلسله بوحدها بشحال. كوتر بالنسبه للسلسله العقيق دايره 599 درهم. فالبنات بالنسبه لغورميت البنانه فهي 2599 درهم. كيف شفتوا راه شي حاجه زوينه هذه ديال البنانه. بالنسبه للسلسله ديالها ديال الشوفار يعني الصح والعمل وغليظه، فيها حجيرات بيان سيغشي اللي يكونوا شادين مزيان، ومن اللور ديالها هكا كتكون دايره. عبد اللطيف الذهبي سلام. فالبنات اللي بغاتها تحاول دير لها سكرين وتصيفطوا لي ميساج في الواتساب. تبارك الله عليكم اختي، شكرا. سعاد اختي 1799 ولا 1999 درهم، ما عرفتش شنو قلت. مهم الثمن ديال هذا 1999 درهم. فالبنات اللي بغاتو حاولوا ديروا له سكرين. 1999 درهم وفاء مزيان مني، حتى انا ما عرفتش شنو قلت، مزيان مني كتبتي لي هذاك الكومونتير. ولا شحال واصله ديك اختي ديك الكورميت؟ هاد الكورميت 2599 درهم. بشرى فرح مرحبا حبيبتي. بالنسبه للكورميت 2599 درهم. نينا بيني توحشك الخير حبيبتي، مرحبا بك. فالبنات حاولوا اللي بغيتوا هاد الكورميت ديال البنانه ديروا سكرين وصيفطوا لي ميساج في الواتساب ومرحبا بكم. راه كتجي راقيه وزويونه وعاطيه العين، كاين لونسون بالكامل ديالها الا بغيتوه. بالنسبه للسترتله ان شاء الله راني جايبه لكم سترتله باش تشوفوها معنا، يخليكم معنا ان شاء الله حتى الاخر باش نحاول نوريكم سترتله. بالنسبه لي غورميت نحاول نزيدكم حتى هاد الغورميت هادي، غورميت خريشيشات الغليظه موالفه بغيت شي خواتم زوين. زهيره مرحبا بك حبيبه ديالي، راه قلتي قبل 1799 درهم. لا وفاء انا المهم انا غنصحح عليكم البنات، 1999 درهم بالنسبه للونسومبل ديال العقيق. منى اصفر ما تنقش حبيبتي الكومونتير ديالك. دابا انايا كنقرا قلت لكم في الاول ملي بديت اللايف قلت لكم كنت كنقرا واحد بواحد، ولكن منين كنبدا نوري لي زارتيكل كنبقى نقرا الكومونتير اللي كتجي فيه عيني، يعني كنوريكم لارتيكل ومنين تنشوف شي كومونتير كنقرا لانهم تيطلعوا بالزربه. المهم حاولي تكتبي لي شنو داكشي اللي بغيتي، وفي حاله الا ما شفتش كومونتير ديالك دخلي عندي الواتساب كتبي لي شنو اللي بغيتي وان شاء الله نسالي ونجاوب اختي، ما كاينش مشكل. بالنسبه للبنات لهاد الكورميت كيف كتشوفوا شي حاجه زوينه غزاله كتحمق، وشي حاجه رائعه وراقيه يعني وعاطيه العين. كيف شفتوا راه يدي انا راه من المعصم ديالها صغير، يعني هادشي راه ما كيجينيش. مهم نحاول غير نبين لكم كيفاش الشكل ديالها. الثمن ديالها البنات 1999 درهم، 1999 درهم. شحال هذيك اللي وريتي قبل الكورميت؟ ها وريت هاد الكورميت 2599 درهم، واش يبقى الثمن ديالها على حساب لاغيفاج؟ يقدر لاغيفاج اللي يكون في المحل اللي غيجي ناقص اولا زايد اولا نفس الثمن. منى مرحبا بك حبيبتي، لا شكرا على والو. ايمان بالنسبه لهادي سلم عليك محمد يسلم عليه الخير. بالنسبه لهادي 1999 درهم. فالبنات اللي بغاتها تحاول ديروا لها سكرين وصيفطوا لنا ميساج، راه شي حاجه كبيره وغزاله وعاطيه العين، يعني شي حاجه راقيه
كيف شفتوا الصح والعمل، تيبقاو نازلين من هاد لي موتيف بحال هكا، تيجيو زويونين بصراحة. فالبنات الا بغيتوهم حاولوا ديروا سكرين وصيفطوا لي ميساج في الواتساب، ومرحبا بكم، حاول نبينها لكم اكثر. سعاد اختي غورميط اذا بغيتو تقيل ممكن، وي حبيبتي بحال دابا هذا راه تقيل، الا بغيتي تقل من هكا راه سيغ كوموند. بالنسبه لهاد لي هاد لي زارتيكل تيتباعو الموديل ماشي الغرام، اللي تيتباع الغرام هي هادي السلتله ديال الايد ولا الكورميط ديال العنق. المهم فاش يوصل الوقت ديال هادي انا غنوريها لكم. فالبنات فوالا هذا هو الكورميط خريشيشات، كاينه اللي صغيره عليها يعني نفس الديزاين ديال هادي بحال هادي، دايره 3699 درهم، ومازال كاينه صغر منها دايره 2199 درهم، وكاينه صغيره يعني غير رقيقه وفي هذه موتيف صغيرين كدير 1199 درهم. فالبنات 3999 درهم، فاللي بغاتها دير لها سكرين وصيفطوا لي ميساج في الواتساب، ومرحبا بكم. نحيد هادشي. شيماء بغيتي بالاورو ما محديش باش نقول لك دابا بالضبط بالاورو، ولكن تقدري تدوزي عندي الواتساب ونشوف لك. شنو غادي ندير لكم دابا؟ بغيت نبين لكم البراسلي كارتي، وهذا البراسلي هذا انا جبته خصيصا للبشرة الا كنتي كتسمعيني ولا كنتي كتفرجي فيا، انا قلت السميه ديالك حبوبتي بشرة، بشرة اكاك شي حاجه بحال هكا راني نسيت الكنيه بالضبط. المهم حبوبتي هذا هو البراسلي كارتي اللي كنت قلت لك، انا وريت جبت لك غير هذا لانه هذا هو اللي عجبني، حاول نبينه لك. وتحيه خاصه لك حبوبتي بشرة كليانة في دال ديالنا. فالبنات كي شفتوا هذا البراسلي كارتيي كيجي رائع زويون، بالنسبه للطاي ديالو راه كبير عليا شويه ومازال فيه كبار وفيه مازال طايات صغار، يعني تيبقى على حسب الرغبه ديالك انت وعلى حسب الايد ديالك انت قداش. بالنسبه للعبار بزاف الناس كيقولك ما عرفتش العبار ديال الايد ولا هذا، فشي حاجه سهله حنا كنوريكم كيفاش تعبري من الدار ديالك، يعني ما كتحتاجيش تخرجي ولا تمشي عند هيبي باش تعرفي العبار ديالك. في الدار انا كنعطيك واحد لا ميثود وكتشوفي فيها العبار ديالك. بالنسبه لهذا البراسلي بشرة فالثمن ديالو 4199 درهم، 4199 درهم شي حاجه الصح والعمل. هذا الكارتيه يعني انا ملي كنقول لك شي حاجه الصح والعمل بشرة راك عارف راك جربتي. ام هبه وريني شي براسلي عصري، واخا خليك معنا ام هبه حبيبتي، حاولي بشرى الا بغيتي ديروا له سكرين ولا ما ديري سكرين انت ديالي عارفه شنو بغيتي. ميرسي سوريا عجبني الا بغيتو عواطف الا بغيتي فاتي يكون خاصك تاخذي النمره ديالي راها ايبانغ لي عندك وكاينه فوق لا فيديو، خلي لي ميساج في الواتساب اولا في لاباج بيجوتري فاتين 51، وانا كنفضل الواتساب لانه كندخل ليه بزاف يعني كنكون اونلاين بزاف في الواتساب. دونك الا بغيتي غتخلي لي سميه وكنيه ديالك نمره التليفون ديالك ولا دغيس، وابخي باش نشوف الميساج ديالك راه تندير لك واحد الفيديو باش تشوفيه مزيان، وكنصورو لك مزيان وكنقول لك يعني الطاي ديالك شحال كناخذ من عندك لا طاي و عليكم السلام خويا. ف فحاولي نعطيك كيفاش تاخذي القياس ديالك، وابخي تندوز معاك لا كوموند، ولا دوزتيها معانا في هذا الشهر راه كتدخلي معانا للطومبوله. المحبة في الله سلام. لينا وريني عفاك شي سرتلة مفتول، وي حبيبتي لينا كاينة سرتلة مفتولة يخليك معانا ان شاء الله يوصل الدور ديالها حتى هي ونوريها لك. عفاك شي خاتم ديال الزواج هيثم ان شاء الله راه رخاصو. شوفي عفاك رجعي الكورميط واخا امل، فوالا هادي هي لا غورميت ديال الخراشيش كيف كنقولوا ليها حنا، لان كيكونوا نازلين منها هاد لي موتيف هادو
وهاد لي موتيف يعني البنات منين تبغيوهم هما حنا تنكونوا ديجا كناخدوهم بهاد لي موتيف هادو. فانتي الا بغيتي مثلا تبدلي البلايص ديال هاد لي موتيف، مثلا الخميسه بغيتيها الوسط وهاد هاد السيركل هادي تكون هنا، فماشي مشكل. فحاولوا ديروا لها سكرين، يعني الا بغيتوها حاولوا ديروا لها سكرين وصيفطوا لي ميساج في الواتساب. بالنسبه للغورميت في الثمن ديالها هو 1999 درهم، بحال 7000 درهم. ليلى قراش بغيتي 3 ديال البراسليت بشبكين، هما كاينين ديجا عندنا في ستوك لي براسلي بشبكين، ولكن انا بحكم انني كنجيبهم كل لايف فهاد اللايف هذا ما جبتهمش. بشرى ام اذان صباح النور حبيبتي، مرحبا بك معنا. شنو غادي نوريكم مازال بالنسبه نحاول نشوف لي بخي عاد نوريكم. بالنسبه لي شامبون دونتيف ديال الحضور فانا حاولت نجيب لكم هذه، هذه خصني نوقف باش تبان لكم. المهم راها طويله، شي حاجه اللي طويله وعاطيه العين. بالنسبه للبوندونتيف ديالها تجي على هذا الشكل هذا، من اللور ديالها كيفاش دايره، ما فيها لا حجر لا والو، نحاول نبينها لكم عن قرب. بالنسبه للاشين ديالها يعني شي حاجه الصح والعمل. بغيت نقول لكم هذيك الجمله ديال فقيس العديان، ولكن واحد السيده دخلت عندي الواتساب وقالت لي عفاك اختي بغيت سنسله وعطيتها لي موديل، بغيتي هذه لا بغيتي هذه، تقول لي ما بغيت حتى شي وحده، بغيت ديال فقيس العديان. كيسحب لها واش الريفيرونس ديالها فقيس العديان. فالبنات اللي بغات هذه دير لها سكرين وصيفطوا لي ميساج في الواتساب. الثمن ديالها 8099 درهم، راها طويله يعني شي حاجه بصح ني ديال فقيس العديان، وخا العديان ما عرفتش شكون هما، ما محجرين واخا محجرين. انا ما جبت معايا غير براسلي والخاتم ديالو، ما جبتش معايا الثلاثه. فالبنات دابا كيبانوا لي طلع بزاف ديال لي في، راه بينت بزاف ديال لي زارتيكل قبل دابا. غادي ما غاديش نطول عليكم بزاف في اللايف، باش منين تبغيو تعاودوا ان شاء الله. جاوبيني عفاك لينا حبيبتي، ما عرفتش علاش نجاوبك، بزاف ديال لي كومونتير كيطلعوا راه ما كتشوفش كلشي. دخلي عندي الواتساب لينا، خلي لي ميساج في الواتساب، راه النمره عندك ايبان كلي غير خديها دخليها، دخلي عندي الواتساب وقول لي شنو بغيتي وان فوا سالي نجاوبك. بالنسبه ام ادم الا كنتي خارج المغرب الا عندك لا فامي ديالك هنا راه هما كتكلفيهم باش ياخذوا داكشي اللي بغيتي. كي شفتوا لا شراه طويله، وبالنسبه للبوندونتيف ديالها راه كتجي على هذا الشكل هذا، يعني كتجي شي حاجه زويونه وراقيه، شي حاجه ديال الحضور. ياسمين وفاء انا شفت غير جاوبيني ما شفتش شي حاجه اخرى. حجاج مكون لا ما كنصيفطوش برا المغرب، فقط لا لي فريزون كتكون فقط في المغرب، لانه ماشي يسمحوش للذهب انه يخرج الا لا خرج ملبوس. الا بغى يجيبوك شي واحد خاصو يديه لك ملبوس، دونك ما عندناش حنا كيفاش نديرو. بالنسبه لهاد لاشين، هاد لاشين بوندونتيف هادي راه عندها لاباك ديالها، حاول نديرو هنا لانه كبير عليا لاطاي ديالو، الطاي ديالي انا صغير. عندها لاباك ديالو، لاباك بوحدو داير 2099 درهم، لاباك بوحدو كيف شفتو انا في الديزاين. عندها لونسومبل كامل ديالها، فانا اقتراتها لكم غير لاباك ولا شامبون دونتيف. كيف شفتو البنات اللي بغاتو ديرو تحاولوا ديروا لي سكرين وصيفطوا لي ميساج في الواتساب ومرحبا بكم. بالنسبه للاباك الا بغيتو تشوفوه مزيان هو تيكون معاود من الداخل ديالو. بالنسبه للكاشي الديوانه راه كيكون هنايا دائما، لاباك قلبوا من هنايا غتلقاو الكاشي الديوانه ديالو. بالنسبه للصح راه صحيح، يعني اللي بغاتو حاولوا ديروا له سكرين ومرحبا بكم. دابا 34 دقيقه. بالنسبه نكمل لكم لي شان. بالنسبه لاشين ديال ميمه
فكل مره كنحاول ندير لكم معاها مره اي بي طويله مره قصيره مره شوبر، فانا حاولت نجيبها لكم مع هاد الاي بي هذه، والثمن ديالها 3099 درهم، والملور ديالها تتكون بحال هكا، تتكون مخرمه وما فيهاش الحجر، وفيها هاد البيض في الجناب. بالنسبه لهاد البيض هذا البنات راه ماشي ذهب بيض، هذا رودياج كيدار ليها، يعني تيكون الناس كيطلبوه بالبيض في الجناب. دونك هاد البيض الا ما بغيتيش راه ممكن نحيدوه، يعني كيبقى اختياري هاد البيض في الجناب. فبنات حاولوا الا بغيتوها ديروا لها سكرين، راه كاين لونسومبل ديالها كامل. حاولوا ديروا لها سكرين، والا بغيتوها سيفطوا لنا ميساج باغ واتساب ولا في لاباج بيجوتري فاتين 51. بالنسبه لابتسام ذهب 18 كارا، ذهب ديال المغرب. ابتسام ذهب 18 كارا. بالنسبه لهادي الثمن ديالها 3299 درهم. بالنسبه لاشين ديالها تقريبا غتكون فيها شي 60 سنتيمتر، المهم انا ما عبرتهاش، ولكن بحكم انني كنشوف لي شان بزاف فهادي غادي تكون فيها تقريبا شي 60 سنتيمتر. هي ماشي غليظه بزاف يعني كيف شفتوا. فاللي بغيتوها حاولوا ديروا سكرين وصيفطوا لي ميساج في الواتساب. كاينه حتى هاد لاشين بوندونتيف هادي، هادي طلب ديال واحد السيده بغيت غير نبين لها لا كوموند ديالها، فهي كتجي على هاد الشكل هذا كيف شفتي، راه كتجي رائعه، فيها هاد الحجيرات بالفيغ وبالغوز، وفيها حجيره كبيره في الفيغ. اللور ديالها تجي على هاد الشكل هذا، ولا شالي درت لك معاها درت لك معاها الاي بي، يعني تاتشي شي حاجه زوينه وعاطيه العين، والثمن ديالها 4099 درهم. هبه حبيبتي حنا كاينين في سطات بالضبط في قصاريه شاويه، المحل سميتو مجوهرات فاتين، مي الا بغيتي تجي المحل على الاقل خلي لي ميساج في الواتساب اولا عيطي لي في التليفون ديالي، النمره راه هذيك عندكم، يعني ممكن تعيطي لي فيها ممكن تخلي لي غير ميساج في الواتساب، باش الا بغيتي تجي نكون معاك باش تاخدي لي بخي لي تيكونوا ناقصين ديال لاباج. البنات هادي 4099 درهم، كوتر راه خدامه معايا. حاولوا الا بغيتوها ديروا لها سكرين ومرحبا بكم. شنو غادي ندير لكم دابا، حاول نبين لكم السترتلة. بالنسبة للسترتلة انا جبت لكم هادي ديال سبعة، تيكون واحد مفتول واحد سامبل، وهذا الموديل القديم هذا ومعروف، يعني الناس اللي عندهم علاقة بالذهب تيعرفوا ديما هذا الموديل هذا راه قديم ومعروف، يعني بشرى جيتي معطلة. دابا شحال الساعة دابا تقريبا 40 دقيقه، بقات لي غير شويه وغادي نمشي. المهم البنات بالنسبه لهاد السرتله هادي فهي تقريبا الثمن ديالها هو 3 مليون قل 8000 ريال، فيها تقريبا 90 غرام، فيها 7 ديال هذا. بالنسبه للطاي ديالها راه تيبقى على حساب يدك، المهم انا جبتها غير باش نبينها لكم، انا راه كبيره عليا. فالبنات اللي بغاتها تحاول دير لها سكرين، انا حيت الناس كيبقاو يقولوا لي سترتلا سترتلا سترتلا، فانا قلت غادي نجيب لكم سترتلا باش تشوفوها اللي عندنا. هذا هو الموديل اللي كنديرو حنا، واحد مفتول وواحد سامبل، ممكن تاخدي غير ثلاثه مثلا بحال هكا، جوج مفتولين وواحد سامبل، ممكن تاخدي غير هكا جوج مفتولين، حتى هما تيجيو زويونين ثلاثه، ممكن تاخدي اربعه ممكن تاخدي سته. المهم بالنسبه لهذه ديالنا حنا فيها 90 غرام، وتيبقى لك تيبقى لك الثمن، تيبقى لك الغراماج على حساب شحال نتي بغيتي. هو سميو دائما البنات حاولوا ديروا 10 الغرام في الواحد باش يجي صحيح، يعني هذه راه صحيحه ديال بصح. فحاولوا البنات اللي بغيتوها ديروا لها سكرين وصيفطوا لي ميساج في الواتساب، لانه بزاف ديال البنات كيطلبوا لي السترتلا، وما كل مره كنقول لكم غادي نجيبها ما جبتهاش، دابا انا جبتها لكم، فحاولوا
شوفوها مزيان. اللي بغيت تشوفوها اكثر ان شاء الله انا غادي نصورها باش اللي بغاها نصيفط ليه لا فوتو ديالها. فمرحبا بكم. بالنسبه لي باك، لي باك انا بغيت نبين لكم هذا، حاول نديرو هنا غير باش يبان لكم. لا باك داير 1449 درهم، تيجي الشكل ديالو هكا في العرض ديال الصبع، بالنسبه للور ديالو كيجي بحال هكا، يعني شفتوا راه غليظ، يعني لا باك راه صحيح، كيكون معاود يعني مغلف من الداخل. والثمن ديالو راه جد مناسب، 1449 درهم. كيف شفتوا البنات مخرم هذا، راه عنده لونسومبل كامل ديالو، تيدير 3299 درهم. فانا جبت لكم غير لاباك. بالنسبة لباك مارياج يا تاج، بالنسبة لباك مارياج ديال تاج، هذا راه باك مارياج لي زوين، شي حاجة جديدة. هذا ديال تاج، والتاج ديالو أنيق وزويون وتيجي رائع وعاطي العين هاد لاباك، وتمن ديالو راه جد مناسب، فقط 1599 درهم، وتيجي رائع في اللبسة البنات. كيف شفتو يعني تيجي زويون حلو في اللبسة، فيه حجيرات اللي كيلمعوا، وفيه لاليونس وفيه السوليتير. كيف شفتوا فيه هذا ديال تاج، وفيه هذا فيه النونه. فالبنات اللي بغيتو هذا حاولوا ديروا له سكرين، راه تيجي رائع وزوين وعاطي العين. الثمن ديالو 1599 درهم. وعندي لكم هاد لاباك اللي فيه ثلاثه ديال لي باك، جوج ديال البنانة. بالنسبه لهذا فيه اللي تنديروا معاه هادو اللي خفاف، يعني هاد لاباك بنانة صغير، وفيه اللي تنديروا معاه كبير شويه. بالنسبه لهذا الصغير الثمن ديالو 1899 درهم. مهم انا كبير عليا ديال بصح، ولكن غادي نحاول غير باش يبان لكم. 1899 درهم. الا بغيتوا البنات حاولوا ديروا له سكرين وصيفطوا لي ميساج في الواتساب، ومرحبا بكم. بغيتي شويه هاد لي باك هادو يكونوا كبار من هكا، فتقريبا داير 1199 درهم. وبالنسبه لاباك كبيره، بالنسبة للناس اللي تيبغيو باك مارياج كبير وعاطي العين، فانا اقترحت عليكم اليوم هاد لاباك هذا اللي تيجي زوين. مهم القياس راه تيبقى على حساب صبعك، انا غير باش يبان ليك. الثمن ديالو 2299 درهم، 2299 درهم. فحاولوا البنات اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين وصيفطوا لي ميساج في الواتساب، ومرحبا بكم. هادو بالنسبه لي باك مارياج، حاول نبينهم ليكم كاملين. فهم الشكل ديالهم كاملين، فحاولوا الا بغيتوهم ديروا لهم سكرين، ومرحبا بكم. جبتي لي هذاك بخي بخي ميرسي، قريب نكمل. مبقاليش بزاف شويه، غتبيني دابا ولا انا نبينو دابا؟ خليك معايا بدري فيديو البنات. بالنسبه لهذا لونسومبل، هذا لونسومبل جديد، لونسومبل جديد، شي حاجه زوينه. هما لي بوكل ديجا شفتوهم معانا، وزدنا ليهم لاباك و البوندونتيف ديالو، فيه سنيسله ديال النيلو. بالنسبه للثمن 2099 درهم. طلعي 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 طلعي. ايا بشرى، الناس اللي باش يعرفوش بشرى، فهي هذه بشرى ابيزا ديالي. زيد فالبنات بالنسبه لهاد لونسومبل هذا، فالثمن ديالو 2099 درهم. صح
تحفظي فيا. اللي بغاتو دير سكرين وصيفط لي ميساج في النمره ديالي راه عندكم ايبانكلي في اول تعليق عندكم تلقاو النمره وكاينه فوق لا فيديو. كي شفتو راه كيجي خطير وانيق هذا لونسومبل فيه حجرات فيغ ممكن نديرو فيه حجرات الوان كاين نواغ وكاين الموف وكاين الغوز كاين الموف نواغ والغوز والفيغ تيبقى لكم نتوما الاختيار. بالنسبه للاباك نحاول نوريكم غير لاباك عن قرب باش يبان لكم فاش كد لاباك كيجي على هذه الطريقه هذه راه تيجي شي حاجه زويونه وعاطيه للعين وخا رقيق صحيح. فحاولوا البنات ديروا لي سكرين لانه بغينا نصيفطوا هاد باش يتصور واللي بغاتو دوز عندي البريفي ومرحبا بكم. بحال بحال رزق الصحه والسلامه هاك ميرسي بصح ديري معاك داك الباب الله يرضي عليك ميرسي. بالنسبه للبراسي ديال الكلو ولا باك ديالو نشوف لكم تمام. بالنسبه البراسلي كوتر الحبيبه ديالي هذا بحال البراسلي اللي خديتي كيف شفتي انتي ما كيطيح هكا امتى امتى كيتحل الا بغيتيه يتحل كيكون خاصك توركي عليه من الفوق هكا كيتحل ملي كيتسد دونك بحال هكا راه ما كيتحلش. انا تندوز عندك البريفي ونشوف معاك شي جاراتي مدخلو خصنا نبلوكيهم. المهم حاول نلبس لكم هاد البراسلي كلو الثمن ديالو 3299 درهم ولكن طاي واحد شويه كبيره وما انا غير باش يبان لكم شفتوا انا راه واصل ليا. وبالنسبه لاباك كيجي على هذا الشكل غتجي شي حاجه زويونه انيقه عاطي العين وشكل ديال البراسلي كلو رائع. بالنسبه للبراسلي 3299 درهم ولاباك 1399 درهم 1399 درهم بالنسبه للبراسلي 3299 درهم. الا خديتو دوز ارتيكل من نفس لونسومبل راه كتحيد لكم 150 درهم كتزيد يعني كنحيدو لكم اكثر من داكشي اللي ناقصين من الاول. خديجه نائله ولا المهم ذهبه حبيبه ديالي. بالنسبه للمحل ديالنا راه كاين في سطات وكنديروا لا ليفريزون المغرب كامل. وي كوتر حبيبه ديالي بالبراسلي ولا باك ديالو شي حاجه رائعه جدا صحه والراحه. البنات اللي بغيتوه ديروا حاولوا ديروا له سكرين باش انا دابا بغيت نحيدو كوتر كيجيني صعيب باش كيف شفتوا راه نفس الديزاين ديال لا باك مع البراسلي كيجي شي حاجه زويونه شي حاجه اسورتي مع بدياتها. ياسمين كاينين حنا في سطات ماشي في مراكش. بالنسبه لونسومبل فانا بغيت نختار عليكم اونسومبل غافينيتي نحاول نلبسو قبل غنحاول نوريكم هذا لونسومبل هذا اونسومبل اللي بالحجاره خضراء اللي بينتو ديجا في اللايف اللي فات ولكن ما فيها باس تعاودو تشوفوه. الثمن ديالو 4099 درهم حتى هو تيجي زويون ما فيهش لاباك المهم جبتو بلا لاباك ديالو 4099 درهم. حاولوا ديروا له سكرين 4099 درهم بلا باك ديالو. بالنسبه لاشين ديالو راه ديال شوبار حاولوا ديروا له سكرين ومرحبا بكم البنات. بالنسبه لونسومبل غافينيتي بالنسبه لاباك ديالو تيجي على هذا الشكل هذا كيجي شي حاجه زويونه وانيقه. انا نحاول نلبسو كامل باش يبان لكم. لابوكل ديالو تجي هكا عندها سداده ما عندهاش داك العمود اللي كيدور عندها سداده. بالنسبه لاشين كتجي على هاد الشكل هذا لا ما عرفتش الا السلسله اللي بحال الورده عارفه الكورمات ديال الورده ديال الايد ولكن انا ما جبتوش معايا دابا باش نوريه لكم.
الهام خاتم ديال التاج. وي حبيبتي، خاتم المارياج ديال التاج راه بينتو داير 1599 درهم. بالنسبه للغورمات فهي كتجي على هذا الشكل، اونصومبل اللي صراحه يعني معروف وفي نفس الوقت زوين. يعني الناس اللي تيبغيو الذهب خاصكم ضروري تدوزوا لغافينيتي لانه شي حاجه زوينه. الثمن ديالو كامل فهو 6899 درهم، وتيبقى على حساب لاريفاج، مره تيجي ناقص شويه مره زايد مره نفس الثمن. البنات اللي بغيتو ديروا له سكرين ايه ودوزو عندي البريفي ومرحبا بكم، وحاولوا ديروا سكرين البنات. وبغيت نوري هاد لونسومبل هذا لواحد تيتصلوا بيا في الواتساب، راه نفس التليفون دايره من الواتساب، اللي فيه الواتساب هو اللي فيه دايره منه اللايف دابا، يعني سي ميو خليتها نسالي باش ما يتقطعش اللايف. بغيت نوري لكم هاد لونسومبل هذا، حاول نشوف الثمن ديالو. شرارف 799 درهم. لونسومبل غافينيتي سعاد داير 6899 درهم. وغنحاول نبين لكم هاد لونسومبل الاخر، نحاول نكملو عاد ندورو لكم. يلا ما بغات تزالي هادي، حيت ما جبتش هذاك ديالو اللي تيلصق فيه دايره. وجبت لابوك لي بوكل ديالو. سونيا ما كنصيفطوش للمغرب، ولكن ما صيفطوش برا المغرب. انت الا عندك لا فامي ديالك كتكلفيهم، بحال كيف كيديروا بزاف ديال الناس اللي كيتعاملوا معنا من الدول الاخرى، تيكلفوا غير شي واحد يعني يتسلم لا كوموند، وسواء انت كتخلصينها ديريكت سواء حتى كتوصل لهم لا كوموند تيخلصوها، ما كاينش مشكل. بالنسبه لهادشي اللي كنبيعو راه ذهب 18 كاره، بحال الذهب اللي كاين عند المغرب، اللي كاين في المغرب كامل. حنا كنحاولوا نديرو دي بخي اللي شويه ناقصين باش نشجعوكم. والغورميت بشرى، سمحوا لي البنات، بشرى وا بشرى بشرى شويه اختي. فالبنات حنحاول نوري لكم هاد لونسومب اللي صراحه تيجي رائع غزال وعاطي العين. هذا الطلب ديال الكليانه ديالي، بغات تشوفوا يعني في اللايف، فهو حبوبتي كيفاش كيجي. وتا نتوما الا بغيتوه مرحبا بكم، يعني شي حاجه كبيره زوينه غزاله وعاطيه اللين. الثمن ديالو 12799 درهم. لا لي فريزو راه كتكون جميع المدن المغربيه، بالنسبه لكازا رباط سلا برشيد هادو كاملين حنا اللي كنوصلوا لكم حتى للدار. وبالنسبه للمدن الاخرى راه كنصيفطوا لكم بار بوست امانه. بشرى قالوا لك بشويه صافي راه سمعاتكم سكتات. بنات اللي بغيتوه تحاولوا ديروا له سكرين ومرحبا بكم، راه شي حاجه رائعه وعاطيه العين هذا لونسومبل هذا. ومرحبا بكم. شوف شحال ساعه 53. غنوريكم اخر حاجه هي لا شامبوندونتيف ديال الطاوسه. بالنسبه لا شامبوندونتيف ديال الطاوسه كيف شفتوا راه كتجي هوب أمولة، تحية لبنت مدينتي من طنجة، تحية ليك حبيباتي. بالنسبة لا شامبوندونتيف ديال الطوسة 2299 درهم بالشوبار، لاشين ديالها ديال الشوبار. أنا درت لكم لاشين طويلة جاتها ب 2299 درهم. حاولوا ديروا سكرين وصيفطوا لي ميساج في الواتساب. بون البنات حنا جينا لاخر ديال اللايف ان شاء الله باش ندوز نجاوبكم على لي كومونتير ديالكم. فاي واحد بغى شي حاجه حاولوا تدخلوا عندي الواتساب، النمره ديالي راهي 0655 01 1948. ومرحبا بكم ومع السلامه.